العراق أصبح اليوم ليس ساحة ل يعني الاحتراب، ليس ساحة للتضاد، بل هو ساحة للتوافق وساحة للعبور إلى الاتفاقات وساحة للتواصل. لكن الإدارة الأمريكية ترى أنه ما زال يشكل تهديدا لأمنها القومي وقضايا أيضا للأمن القومي العراقي. بالتالي هذه وجهة نظر، لربما يعني من يقرأها قراءة عميقة يجد أن هنالك ما بين السطور أنه نوع من التحذير، أنه لربما هناك قرارات أو سياسات موجودة في المنطقة وليس فقط في العراق هي تحذر من هذه السياسات، وبالتأكيد هي باتجاه الكيان المحتل. الولايات المتحدة أعتقد أن اليوم أصبحت يعني تبحث عن الاستقرار في الشرق الأوسط، تبحث عن دولة تلعب دور جيد، وهي يعني دعمت العراق بهذا الاتجاه. اليوم المصالحة السعودية الإيرانية لم تأتي من تلقاء نفسها، أتت بمساعي عراقية وعلى الأرض العراقية، وبالتالي أصبح هناك اتفاق. لكن هذا القرار يعطي انطباع أن كل هذه الأمور لن تؤثر أو لم تؤثر على الإدارة الأمريكية في رفع حالة الطوارئ. مهما يكون، هو هذا قرار يعتبر داخلي للولايات المتحدة، هو قرار سيادي للولايات المتحدة، لكن يؤثر باتجاه ليس فقط العراق. ليس بالمناسبة هذا القرار ليس فقط، هو ليس بالجديد، يعني تناقشنا أنه هو يجدد، هو ليس بالجديد، يجدد من تلقاء نفسه، يعني ليس بذاك المستوى، أنه ليس بالقرار الجديد. يعني لما نقول أنه هذا القرار اليوم ليش يعني اجى هيك قرار، لا طبعا. هو هذا القرار ليس بجديد، لكن فحواء هي تعتبر وجهة نظر السياسة الأمريكية. وهذا لا أعتقد أن أحد يستطيع أن يناقش الولايات المتحدة في ماهية سياساتها، لكن على العراق أنه يتخذ دوره وفق مصالحه العليا، وبالتالي العراق اليوم مطالب بأن تكون قراراته السيادية، قراراته المعنوية، قراراته باتجاه الواقع الداخلي. فيه رسائل للداخل العراقي هذا القرار أستاذ رحيم؟ بالتأكيد، يعني لصانع القرار العراقي بالتحديد.